أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف المنطقة الشرقية، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نحن نسافر كثيرا بين الفينة والأخرى، ولكن ما أبرز الأحكام المتعلقة بأحكام السفر؟ أحكام السفر كثيرة، منها لا يسافر الإنسان وحده، إنما يسافر مع رفقة، ومنها أنه إذا كان السفر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر فإنه يرخص له في الفطر في رمضان، ومنها أنه أيضا يرخص له في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ويباح له الجمع بين الصلاتين. هذه كلها من أحكام السفر. نعم.